السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. قامت المحكمة اليوم الأحد بتحويل القضية إلى محكمة الطفل لحداثة سن القاتل ليحاكم على أنه قاصر، وأقصى عقوبة 15 عاما وليس الإعدام. عاقب القاصر قبل أن تتفشى الجريمة في المجتمع. القصاص، لا نطلب غير القصاص. ألم يذكر القرآن الكريم النفس بالنفس؟ أين العدل؟ غيروا القانون، القاصر اللي يقدر يمسك سلاح ويطعن إنسان 7 طعنات، وحشية اللي يقتل بدون رحمة ما يبقاش طفل حتى لو قاصر كما تقولون. اللي يقتل يبقى شيطان رجيم يرجم حتى الموت. بسبب عدم العقاب ظهر قاتل جديد وهو جمال، والضحية موجود في العناية المركزة بين الحياة والموت. فين الأمن؟ فين الأمان؟ فين حق الشهيد؟ فين الضماير؟ فين المسؤولين؟ غيروا القانون قبل أن تتفشى الجريمة في المجتمع، ويظهر 1000 قاصر يقتل ولا يعاقب. إحنا لسه عندنا أمل ولسه بنتابع القضية. عندنا أمل في العدالة، عندنا أمل في القضاء، عندنا أمل إن يتطبق الدين، النفس بالنفس، من قتل يقتل حتى لو كان قاصر. بنتابع معاكم القضية لحظة بلحظة وفي انتظار تعليقاتكم وأراءكم. وإذا ما أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وأرق تحياتي وتحيات أسر الثقافة.